بشتى بعدة صواريخ، للمرة الرابعة والخامسة والسادسة. طبعا قبلها كان يستهدفها النظام الأسدي، واليوم الطيران الروسي استهدفها، وذنبها الوحيد أنها تسعف الأطفال والشيوخ والنساء الذين يستهدفهم الطيران الأسدي والآن الطيران الروسي. الطيران الروسي على اساس اجى بده يقصف داعش، لا لحد الان ما ضرب ولا مقر لداعش، كل ضربه على المدنيين وعلى الاسعاف. نحن هون منظومه اسعاف اورينت، اليوم ضربنا اكثر من 6 صواريخ ورا بعضين بالطيران الروسي، وهي مثل ما انت شايف سياراتنا ايش صار في حالتها. نحن لحد الان امبارحه واول امبارحه واللي قبله عم نسعف مدنيين، كل الاصابات مدنيين، ما في ولا اصابه لا كان لا داعش ولا لا جيش حر ولا لغيره، كل الاصابات اللي اسعفناها مدنيين، واليوم استهدف منظومة اسعاف اورينت.